والله نشوف لها معناتها بكل حصر، على خاطر فريق يعز عليه برشا هذاك، امنا هذيك الفريق اللي تربيت فيه، كيف ما حكيت لك معناتها عائلتي الكل اللي تربينا غادي، وهذيك الاكثر معناتها فريق اللي كان عنده فضل على جلال القادر وعلى عده لاعبين اخرين. للاسف وقت اللي يمكن برشا ناس توا ما يعرفوش تاريخ تاع الجريده، انا خلطت عليها وقت اللي كانت جريده رياضيه بتوزر، عرفت مدربين كبار، لاعبين كبار، لاعبين لعبوا في اعلى مستوى، فرحتنا برشا، حبيناها برشا. بون مالوروزمون السنين الاخرى بقدر ما عرفت نجاحات ووصلت، ومو لعبت معناتها حققت عام ممتاز ووصلت للرابطه المحترفه الاولى. قاعدين كما الفرق الصغيره الكل اللي تعاني من مشاكل ماديه، صارت عدد مشاكل ماديه، عزوف من رجال الاعمال والناس اللي معناتها كانت سارت مومون تعاون برشا من الناحيه الماديه، الناس الكل بعد الكريز هذه بعدت نشوفوا فيها اليوم معناتها تعاني في مشاكل كبيره. لكن دائما ان شاء الله يبقى الامل كونه الجريده الرياضيه بتوزر نهار ترجع للموقع الطبيعي بتاعها.